رحيم عزيز الفارسي، ممثل الجمعية الدولية لاتحاد ألعاب القوى كمحاضر لألعاب القوى للأطفال، وبالتنسيق مع جمعية الصقور لألعاب القوى. اليوم حنا كننظموا أول النسخة الأولى لألعاب القوى للأطفال هنا بمدينة المحمدية، وهذه الدورة الهدف منها الأول هو التنقيب على الأبطال اللي غادي يمثلوا إن شاء الله المملكة المغربية في المحافل الدولية المقبلة، وإعطاء الفرصة لجميع الأطفال اللي كيتراوح السن ديالهم ما بين 7 سنين و 12 عام قصد المشاركة في ألعاب القوى المنظمة اليوم هنا بمدينة المحمدية. واش كتشوف أن الناس ديال المحمدية كيدعموا الوليدات وكيدعموا الشباب اللي بادين؟ بكل صراحة احنا اليوم كنتفاجئوا وحنا مع بالتنسيق مع جمعية الصقور لألعاب القوى المتمثلة في شخص السيدة رشيدة الصحراوي، فبكل صراحة دقات جميع البيبان إلا باب واحد اللي فتح اللي عاونا وهي لسامير اللي حتى لاخر لحظه ولكن عاونوها. وحنا كنعرفوا ان مدينه المحمديه كتوفر على مجموعه من الشركات وهذا اللي خاصهم المبادره والتنميه البشريه ما كتدعمش الوليدات. بكل صراحه المبادره والتنميه البشريه دات على الصدد باش دعم الجمعيات اللي كينشطوا اللي كيهتموا بالجانب الرياضي والتنشيطي، انما كنلاحظوا ان بكل صراحه الايام مقلوبه، الناس اللي كيخدموا ما كتاحش لهم الفرصه باش يستافدوا من المبادره، والناس اللي ما كيخدموش هما اللي كياخذوا المبادره. نفسك رئيسة الجمعية، بغيناك تعطينا الشعور ديالك وانت كتنظمي أول دوري. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول دوري كننظمو في محمدية بصفتنا كرئيسة منتدبة لجمعية صقور محمدية لألعاب القوى. هاد الدوري هذه ألعاب القوى اللي اختارينا اليوم الكيدز أتليتيك، حنا اختارينا اليوم باش نعملوا ناخذوا مواهب ديال وليدات يعني في جميع الميادين ديال الالعاب القوى، سواء في القفز او في الرمح، وهذا بالنسبه لي شرف المدينه المحمديه اللي كنتمنى وكنطلب من السلطات المحليه يلتفتوا لهذه الرياضه ديال. على ذكر السلطات المحليه، واش كتشوفي الناس ديال المحمديه كيقدموا شي مساعدات لهذه الوليدات؟ لحد الان حنا ما توصلنا حتى بشي مساعده من مساعده ماديه من المجلس البلدي. اخت رشيده زناتا نيوز فاتحه واحد التحقيق حول المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واش كتشوف هذه المبادره كتدعم الناس بحال هذه الانشطه؟ نو انا ما لحد الان للاسف يعني. لا، واش عمرك درتي شي طلب للمبادره؟ هاد السنه هادي كنفكر انني ندير طلب المبادره مثلا على اساس ان تكون واحد مدرسه العاب القوى في مدينه المحمديه. نتمنى ان المبادره تلبي الطلب ديالك، حيت بزاف ديال الناس كيشتكيو من المبادره خصوصا مدينه المحمديه.